بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أصدقائي وحلقة جديدة مع الهداف. 692 يوم هي المدة اللي تولى فيها مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي الإدارة الفنية للفريق، ولكن لم يحتاج مارسيل كولر إلى غير ل 317 يوم فقط عشان يحقق رقم قياسي كبير، رقم قياسي ب 18 فوز متتالي مع النادي الأهلي. ظل هذا الرقم مسجل باسم الطاووس البرتغالي مانويل جوزيه، هذا الرقم حققه مانويل جوزيه في موسم 2004-2005، ولكن قدر كولر بعد نقول حوالي 19 سنة يقدر مارسيل كولر انه يحقق رقم قياسي كبير يسجل في تاريخه وباسمه كمدير فني كبير. كولر مدير فني للنادي الأهلي يليق باسم النادي الأهلي، وشخصية زي شخصية كده زي ما بنقول ايه، زي شخصية النادي الأهلي، راجل منضبط ملتزم متزن مسيطر على الأمور بشكل قوي جدا. البعض يمكن يقولك هو ديكتاتور شوية، لكن في النهاية هو بيحقق الانضباط والانتظام داخل النادي الأهلي. دايما النادي الأهلي بيحتاج مدير فني قوي الشخصية، لازم يكون قوي الشخصية عشان يسيطر على الأمور، وشفنا عدة مواقف كتير حصلت داخل النادي الأهلي في هذه الفترة، لكن قدر مارسيل كولر أنه يسيطر على الأمور. مارسيل كولر مركز ثالث مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. مارسيل كولر بيحقق 2 تشامبيونز ليج إفريقي مع النادي الأهلي. مارسيل كولر السوبر المصري 3 مرات، وآسف السوبر السوبر المصري 3 مرات، لكن السوبر الإفريقي حققه مرتين فقط لغير، وكاس مصر مرتين. هذه أرقام كبيرة، أرقام عظيمة، 8 ألقاب لمارسيل كولر مع النادي الأهلي في خلال مسيرته اللي قضاها. مارسيل كولر لو تيجي تفكر وتشوف هذا الرجل، لا يمكن ان هو يترك كل هذه الانجازات وكل هذه الارقام وكل اللي بيحصل داخل النادي الاهلي من انتصارات وبطولات وممكن ما يكونش متواجد مع النادي الاهلي مثلا في الموسم اللي جاي. كان كلام كتير طلع ومارسيل كولر ووكيله هنا ومش هنا، مارسيل كولر لا يمكن هيسيب بطوله زي كاس العالم للانديه، لا يمكن هيسيب بطوله زي الانتركونتيننتال البطوله الجديده، مش هيسيب الكلام ده كله، مش هيسيب انجازات وتاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي عمره ما هيلاقيه في اي حته تانية. فاعتقد ان مارسيل كولر قدر ان يسطر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي الاهلي وفي هذه المنظومه الرائعه للنادي الاهلي. اقترب مارسيل كولر من بطوله الدوري، لم يتبقى سوى 4 نقاط فقط لغير. الاهلي بيكسب البنك الاهلي النهارده 1-0 بهدف لوسام ليفا أو وسام ليفاندوفسكي. وسام أبو علي زي ما بنقول الصفقة الحلال أهي، فعلا الصفقة الحلال أهي، لعيب في نص موسم تعاقد مع الأهلي في يناير قدر يبقى هداف الدوري، 15 جول بضربات الرأس، تسديدات بره ال 18، ضربات جزاء، زي ما أنت عايز هو جاهز، زي ما أنت عايز وسام ليفا جاهز. قدر إن هو بالفعل يخطف قلوب الأهلوية، صفقة دور عليها الأهلي كتير سنوات، الأهلي بيدور على مهاجم قوي، مهاجم هداف، صندوق، بيدور على عماد متعب جديد، إلى أن جاء أسامة أبو علي وبيقدر إن ياخد النهاردة مان أوف ذا ماتش. 23 مباراة لأسامة أبو علي مع النادي الأهلي، لعب أساسي 18 مباراة، عدد الدقايق 1583 دقيقة، الأهداف 15، صناعة الأهداف 6. دي أرقام وسام أبو علي، وزي ما قلت لكم الصفقة الحلال أهي. دي أرقام وسام مع النادي الأهلي في آخر 10 مباريات مع النادي الأهلي. عايز قبل ما أروح أي حاجة تانية، انتشرت أخبار في بعد انتهاء المباراة أن هناك أزمة حدثت بين مارسيل كولر وكهربا بسبب أن كهربا ما شاركش. لم يحدث أي شيء من خلال مصادرنا، كل اللي حصل ان هو كهربا كان متواجد، كهربا نزل متاخر بس في التسخين اللي قبل المباراه، لكن
كهربا اتمرن التبريد اللي بعد المباراة مع اللعيبة اللي هي ما شاركتش عادي جدا، ما حصلش كل الكلام اللي انتشر وكل الكلام اللي اتقال ان كهربا ما اتمرنش وكهربا عمل مشكلة تاني، لم تحدث هذه الأمور. خلينا أقول لحضراتكم برضو مازال الأهلي بيبحث عن المهاجم اللي هو بيدور عليه كولر. طب ما الأهلي جاب وسببه علي، لا هو عايز فيرويد تاني. كلام انتشر النهاردة طول اليوم أن هناك مهاجم فلسطيني على شاكلة أسامة أبو علي اسمه عمر فرج، وده محترف في أيك سويدي. الكلام اتقال في المواقع السويدية، المواقع السويدية أنه اقترب كثيرا من النادي الأهلي وأنه تم الاتفاق على كل شيء ولن يتم الإعلان عن الصفقة إلا بعد خضوعه للكشف الطبي. ده الكلام اللي اتقال زي ما قدام حضراتكم كده على الشاشة ان الامور انتهت خلاص. ولكن مارسيل كولر فاجئنا كلنا في المؤتمر الصحفي منذ وقت بسيط جدا بعد انتهاء المباراة امام البنك الاهلي، قال لك ما زلنا نبحث عن المهاجم الجديد. وقالوا له طب ما في مهاجم فلسطين، قال لهم لم يحدث اي شيء. على لسان كولر قال لك لا يمكن ان يحدث اي، ما حصلش اي حاجة وما زلنا نبحث عن المهاجم. اللي هيحصل هنشوف عمر فرج ولا هيبقى في حد تاني. دي أبرز تصريحات أو أبرز تصريح لمارسيل كولر النهاردة في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة. وبصراحة كانت مفاجأة، لأن النهاردة الإعلام والمواقع والدنيا كلها والسوشيال ميديا كله بيتكلم على عمر فرج المهاجم الفلسطيني الجديد للنادي الأهلي، وأنه خلاص يعني قاب قوسين أو أدنى من التوقيع. لكن الأمور طبقا لكلام كولر في المؤتمر الصحفي قال لك لا، ما زلنا نبحث عن المهاجم. ممكن يكون يعني بيبعد الانظار لغايه ما تخلص، الله اعلم. هنشوف وهنتابع وهنقول لكم اكيد كل جديد. النهارده برضو كان عندنا مباراه اثناء مباراه النادي الاهلي، كانت مباراه سموحه مع المصري، وقدر سموحه يكسب النادي المصري النهارده 1-0 عشان سموحة يرفع رصيده ل 48 نقطة. هدف المباراة الوحيد لحسام حسن النهاردة ده اللي سجله النهاردة، وهدف حلو قوي قوي. هبص حسام جاي من ورا بشكل رائع جدا بيسجل الهدف الوحيد وهدف المباراة لنادي سموحة عشان يرفع رصيده ل 48 نقطة. سموحة في المركز الخامس، وعلى فكرة ليه ماتش متأجل مع النادي الأهلي، إنما المصري احتفظ بال 52 نقطة. المباراة اللي قدامنا دلوقتي دي اللي اتلعبت الساعة 5:30 اللي جمعت ما بين سيراميكا والمقاولين العرب، وده هدف التقدم لفريق سيراميكا كليوباترا عن طريق جوني بوكا، لكن قدر فريق المقاولين مع بداية الشوط الثاني إنه يسجل هدف التعادل عن طريق أوجيرا خواكيم، وتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. المقاولين هبط؟ لا. عنده أمل؟ آه. صعب جدا. ده الموقف. البلدية هبط؟ لا. صعب جدا إنه يقعد، لكن ما زال عنده الأمل، محتفظين بالأمل لغاية ما نشوف الأمور هتوصف. لكن أنا بقول لحضراتكم سواء بلدية أو مقاولين الأمور غاية في الصعوبة عشان يفضلوا في الدوري الممتاز. المقاولين بالتعادل ده بقى عنده 25 نقطة، إنما سيراميكا وصل للنقطة 45. ده كده بسرعة كده إيه المجموعة من الأخبار السريعة والأحداث السريعة. تعالوا مع بعض بقى إيه نتابع مع بعض باقي الأخبار ونشوف تفاصيل كتير. عندنا تفاصيل كتير النهاردة بتخص نادي الزمالك، صفقات نادي الزمالك، ميركاتو نادي الزمالك، تفكير إدارة الزمالك هيعمل إيه في الفترة اللي جاية. تعالوا نشوف ونتابع مع بعض. صفقات أولمبية، يعني نادي الزمالك بيفكر في صفقات أولمبية. هفسرها لك يعني إيه دلوقتي صفقة أولمبية، وتسويق حسام عبد المجيد، وميركاتو الزمالك شكله إيه ورايح فين، وفي حتة بقى إيه غدر جوميز يا خوفي، وأزمة الكاس. دول خمس نقاط خاصين بنادي الزمالك، هنتابعهم مع بعض ونشوفهم مع بعض وهنعرف تفاصيلهم النهاردة مع بعض، خاصة إن في كلام كتير جدا بخصوص، بالذات أنا عارف جماهير الزمالك كلها قاعدة منتظرة ميركاتو الزمالك. لكن صدقوني الخمس نقاط دول هتلاقوا فيهم مفاجآت كتيرة جدا جدا جدا. زميلنا وصديقنا الصحفي محمد البنهاوي هيقول لنا تفاصيلهم دلوقتي، كل خبر وإيه المقصود منه سواء صفقات أولمبية، وده اللي هنبدأ بيه.
صديقي وزميلي العزيز الصحفي محمد البنهاوي. منورنا. اهلا بيك يا استاذ محمد. مشرف. ده نورك الله يخليك. عناوين جامده جدا، صفقات اولمبيه. يعني ايه الزمالك بيفكر في صفقات اولمبيه؟ اولمبيه يعني من المنتخبات الاولمبيه اللي بتلعب في الاولمبياد حاليا ولا من المنتخب الاولمبي؟ من منتخبنا احنا الاولمبي. يمكن طبعا احنا بنقول منتخبنا عامل اداء مشرف جدا، قدر ان هو يتصدر المجموعه، فوز تاريخي طبعا على منتخب بحجم اسبانيا. ان شاء الله بكل التوفيق اليوم مع باراجواي بكره باذن الله. باذن الله. لكن انا بقول لك ان التفكير ده من قبل الاولمبياد، يعني من قبل الاولمبياد ملوش علاقه بالتالق في الاولمبياد. ده الزمالك متارجت المنطقه دي او السن ده تحديدا لعده اسباب. خلينا نكون واضحين عشان نوضح للجمهور، نادي الزمالك شايف انه في الظروف الحاليه هو ما يقدرش يجاري الاهلي وبيراميدز في الفلوس في الصفقات. الزمالك باسمه وتاريخه الزمالك بس ده مؤقتا حاليا، مؤقتاً بس ما انا هكمل حاليا بس. صحيح، الزمالك باسمه وتاريخه وجماهيره ومحبينه ورعاته يقدر يجيب اي حد، يقدر ينافس اي حد. لكن الزمالك في المرحله اللي احنا بنتكلم فيها طبعا الظروف صعبه جدا. بتتكلم انت بتصحى كل يوم على غرامه بالدولار مع سعر العمله دلوقتي، طبعا كلها ظروف صعبه جدا، مع حجوزات، مع مشاكل ماليه، مع فلوس قديمه حتى اللعيبه وقضايا وفلوس متراكمه. يعني صحيح، يعني الفريق لسه ليه فلوس. انا بيتهيألي مره ان انا ممكن اصحى الاقي مانويل امونيكي بيطالب بفلوس. يعني احنا بنلاقي لعيبه مثلا من 7-8 سنين بتطالب بفلوس المستحقة عند الزمالك. فطبعا الظروف الحالية لنادي الزمالك بتخليه فاهم، أو مجلس الإدارة عارف كويس جدا إن هو في المرحلة دي مش مرحلة إن أنا أناطح الأهلي وبيراميدز في الصفقات. هم معاهم فلوس أكتر. الأهلي طبعا يعني مشاركاته في كأس العالم للأندية أكتر من مرة، البطولات الإفريقية اللي بياخدها الأهلي يمكن تقريبا لسه لو كأس العالم للأندية اللي جاي ياخد في حدود 9 مليون دولار. يعني فكل في مدخلات، لكن هنا مفيش مدخلات. لكن الزمالك طبعا الكونفدرالية جابت لك 2 مليون دولار، لكن قبل كده برضو ما كانش في بطولات إفريقية، فدايما عندك أزمة. فهم عشان كده مترجتين السن ده تحديدا. ليه؟ مين الأبرز؟ هقول لك الابرز، بس هقول لك مترجتين السن ده. قول لي الاول، قول لي اولا أولي. السن ده مش يعني مش متوقع ان اللعيب يجي غالي في طلباته الماليه. أوكي. يعني في فرق ان انت بتروح تفاوض رمضان صبحي او بن شرقي او لعيب عنده 30 سنه نجم كبير جدا، وانك بتفاوض لعيب عنده 22 سنه، فبالتالي طلباته الماليه هتكون اقل. تاني حاجه، وده في تفكير مجلس الاداره، ان هو حابب انه يعيد بيع اللعيب مره ثانيه، فبالتالي المشروع يعني هم بيقولوا ان احنا عشان ننافس الاهلي وبيراميدز في الفتره الحاليه مش هننافس الفلوس، هننافس بالمشروع. المشروع هو ان انا اجيب لعيبه صغيره في السن سواء محليه او حتى محترفه، ان انا اقدر اللعيبه دي اكسب منها بعد كده. والامثله عندنا كتير. نادي الزمالك شاري كهربا ب 7 مليون كسب منه اكتر من 150 مليون. نادي الزمالك شاري امام عاشور مثلا ب 6 مليون باعه ب 3 مليون دولار. فهو الفكره دي هي اللي بتسيطر على الزمالك. مين الابرز؟ ارد على سؤال حضرتك قبل ما اقول لك مين الابرز، بس اقول لك على معلومه، ودي كانت نفس الفكره حصلت في النادي الاهلي. تمام. النادي الاهلي لو تفتكر منتخب كابتن شوقي غريب، النادي الاهلي خد اكتر من 5-6 لعيبه، وللاسف اللعيبه معظمها ما كملش. صحيح، للاسف يعني بتعتمد على الانتقاء برضه. وقتها لما كانوا مع كابتن شوقي كانوا رائعين، كانوا صحيح. كانوا حاجه منوره وحاجه راحوا الاهلي ما عملوش حاجه، ونفس الفكره والمشروع ده ما نجحش. على فكره ممكن يبقى عندك لعيب مميز في كل حاجه وما يركبش على الفرقه الكبيره. يعني يبقى اللعيب ده مميز في الناشئين. بالظبط، اصل لسه ناشئ ولسه ناشئ، وهل هو هيتاقلم؟ هل فكره، هل دماغه لما يخش في نجوميه الزمالك او نجوميه الاهلي هيستوعبها ازاي؟ هيتعامل معاها ازاي؟ بالظبط. فده بيفرق كتير جدا في ان اللعيب يتألق لك او ما يتعلقش. أوكي. نيجي للعيبه اللي الزمالك مترجتهم. اول حاجه عندك طبعا لعيب هو بيفاوضه بقاله اكتر من سنه ونص، وهو محمود صابر، لعيب وسط بيراميدز. هو لعيب مميز جدا. نادي الزمالك، انا عايز اقول لك ان محمود صابر كان موقع لنادي الزمالك في الفتره اللي فاتت، لكن المفاوضات مع بيراميدز ما مشيتش في الطريق السليم. حتى بيراميدز ما بيعتمدش على اللاعب بصوره اساسيه بشكل كبير جدا، وبالتالي هو متاح. يعني لما يكون اللعيب مش اساسي حتى في فرقته او مش من الاعمده الرئيسيه، فبيكون من السهل ان انت تتفاوض مع نادي هو لعيب كبير جدا. يعني وانا شايف ان هو اثر على المنتخب حتى الاولمبي في الماتشين الاولانيين بسبب ايقافه، لكن محمود صابر اضافه، هيكون اضافه قويه جدا. انا بقول لك صحيح في المباريات الثانيه. الصفقه الثانيه ويمكن مفاجاه شويه لجمهور الزمالك، وهي احمد عيد الباك رايت. نادي الزمالك عنده ازمه في الباك رايت. احمد عيد هو لاعب نادي الزمالك مش بسبب خطا اداري. مزبوط. يعني احمد عيد اصلا لما الزمالك اعاره لنادي انبي كان المفروض يرجع على نادي الزمالك بسبب خطا من اداري راح الزمالك ما سجلوش وراح انضم
انضم للمصري بعد كده، وحصل التسويه، يمكن اتحاد الكره كان واقف اللاعب وحصل التسويه بين الزمالك وبين المصري، واللاعب انضم للمصري. اللاعب عنده سنتين غير السنه الحاليه، وبالتالي الزمالك هيفاوض المصري، لكن في قناعه من جوميز بامكانيات اللاعب. هو طبعا بيشوف ماتشات المنتخب الاولمبي لانه بيتابع لعيبته، عنده اكتر من لعيب موجودين، ففي قناعه باحمد عيد. واللاعب الثالث هو يمكن مش موجود مع المنتخب حاليا لكنه ضمن قوام المنتخب، كان موجود قبل كده بالظبط، هو محمود جهاد، لاعب فاركو، هو لعيب رقم 6، والزمالك عنده ازمه في حته 2003، تمام، مواليد 2003. فهم شايفين ان محمود جهاد هيكون من اللعيبه الواعده جدا في المنطقه دي، وبالتالي الثلاث لعيبه نادي الزمالك بيتارجتهم في الفتره اللي جايه. طيب نتنقل لنقطه ثانيه وهي تسويق حسام عبد المجيد. ايه اللي حصل؟ هل مشي على نهج اللي عمله منعم مثلا، ومنعم كان ماضي مع شركه تسويق وعلى اساس تسوقه في اوروبا وكده، ولا ايه الفكره اللي شغال عليها حسام عبد المجيد على نفسه عشان يتسوق يعني بالظبط؟ يمكن خبر جديد برضه للجمهور ان حسام عبد المجيد قبل انطلاق الاولمبيات مباشره وقع مع شركه تسويق اوروبيه ان هي تسوقه في المباريات اللي جايه، خصوصا في ماتشات المنتخب الاولمبي. وانا شايف ان حسام متالق، ويمكن الناس كلها مركزه على النجوم النني زيزو، لكن حسام انا شايف عامل ماتشات كويسه جدا، وهو مركز لان الشركه مأكده له ان هو بتبقى في حاله ان في اكتر من نادي بيتابعه، وان هم بيسجلوا له لقطاته وماتشاته مع المنتخب الاولمبي، وهيكون له عروض جيده، وبالتالي ده بيزيد تركيز اللاعب. انا شايف اللاعب مركز بشكل كبير جدا في ماتشات المنتخب الاولمبي. رحت لمجلس اداره نادي الزمالك، طب ماذا لو حسام عبد المجيد جاله عرض من شركه التسويق؟ قالوا لي والله لو جاله عرض يناسبنا ماديا ليه لا ان احنا نبيعه، خصوصا ان محمود الونش راجع. محمود الونش هيكون متواجد، الحمد لله على سلامته، على فكره لعيب كبير. ويمكن بقول معلومه للناس، ان محمود الونش كان ممكن يلعب الفتره اللي جايه، لكن محمود الونش عنده هيستوري شويه، لان هو كانت الاصابه الاولانيه كانت دكتور في المانيا من سنتين دلوقتي، صحيح، كان الدكتور في المانيا قال له ان انت مش هترجع قبل 8 شهور، هو استعجل ورجع بعد 6 شهور، ده يمكن جدد الاصابه تاني، فهو ده مخليه مركز قوي ان هو مش هيتحمل على نفسه، لا بالعكس، خصوصا ان الزمالك كمان ما عندوش حاجه يبكي عليها السيزون ده، وبالتالي محمود الونش عامل لنفسه فتره اعداد جيده جدا لمباراه السوبر الافريقي ضد الاهلي. انا عايز اروح بقى للجزء الاهم، وهو ده الجزء اللي ايه، ميركاتو الزمالك. ميركاتو الزمالك واللي هي نورت دلوقتي بقى، وهو ده اللي عايز يسمعه جمهور الزمالك دلوقتي. الزمالك او اول واحد اما تيجي تتكلم على ميركاتو الزمالك اللي جاي يقول لك عايزين بن شرقي. صحيح، على طول اتكلم عايزين بن شرقي يرجع. هو الزمالك كمان ومعروف ان بن شرقي فري. صحيح، يمكن الزمالك يمكن الموضوع دخل في مرحله ثانيه في تفكير مجلس الاداره بعد مشكله باتشيكو، او قضيه باتشيكو ما اتاجلت ل 31 اكتوبر. وهنا بس هنوضح نقطه قانونيه، ان ممكن الحكم يصدر في اي وقت لحد 31 اكتوبر، يعني مش الحكم هو مش تاريخ 31 اكتوبر، هو خلال الفتره دي لغايه اقصاها 31 اكتوبر بالظبط. والزمالك كمان له ان هو يلجا للمحكمه الفيدراليه بعد الحكم، وبالتالي ما فيش خطوره من باتشيكو، خلاص موضوع خالد مطيب شويه. صحيح، خالد مطيب اتسوى، فانت عندك تفاصيل بسيطه جدا لمساعدي مديره الفني فيريرا بالظبط، فهتدفع. وعندك مشكله اتشيمبونج، وهو بيتم دلوقتي التسويه معاه، وبالتالي الزمالك ما عندوش المشاكل الضخمه قوي في الفتره دي. كانت مطيب وخلصت الضخمه، لكن ما زالت موجوده المشاكل، لكن احن شويه يعني. وبعد كده مطيب دول كانوا اضخم مشكلتين، فانتوا فبالتالي بدا الزمالك يفكر بشكل جدي. زي ما حضرتك بتقول، جمهور الزمالك السوشيال ميديا هاشتاجات، كل الناس بتتكلم على بن شرقي. انا بقول لك ان بن شرقي، دي معلومه جديده، اخو اشرف بن شرقي تواصل مع احد المسؤولين المقربين لمجلس اداره نادي الزمالك، وكانوا بيتكلموا على عوده اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي في ازمه، اشرف بن شرقي ما عندوش عرض جدي يتناسب مع طلباته الماليه. هو في الاول كان طالب 2.5 مليون دولار، وبعدين نزل ل 2 مليون دولار. طبعا لو نتكلم ان انت طالما انت ما عندكش عرض، فبالتالي العرض الوحيد الموجود عند اشرف بن شرقي هو من الوداد المغربي. عارفين فرق المغرب طبعا مع كامل الاحترام ما تدفعش فلوس كتير، فبالتالي الزمالك يمكن اشرف بن شرقي دلوقتي نزل طلباته الماليه لمليون 800. رجعت المسؤول الزمالك، هل الرقم ده يتناسب معاكم؟ قالوا لي صح، اشرف بن شرقي مرحب بيه دائما في نادي الزمالك، لكن احنا عندنا سقف معين، لو اشرف قدر ان هو ينزل لمليون دولار في احد رجال الاعمال هيدعم الصفقه بشكل كبير جدا، فاشرف بن شرقي مرحب بيه في نادي الزمالك. انا بقول لك ان في الفتره الاخيره كان اشرف بن شرقي بعيد قوي عشان المليون و800، صحيح، لكن ده اشرف بدا يقرب بشكل كبير جدا، في وسطه بيحاولوا يقربوا اللاعب.
عدم وجود عروض لاشرف خلاه قرب جدا، مسهل الامور شويه، مسهل الامور عند مجلس اداره نادي الزمالك. خلينا نشوف لاسامي ثانيه بتتردد، يمكن دايما الناس بتتكلم على ثلاثي بيراميدز، مصطفى فتحي، محمد الشيبي، ورمضان صبحي. اولا رمضان صبحي ما فيش اي تفكير جدد لبيراميدز سنتين، جدد خلاص مع بيراميدز وما فيش اي تفكير على عكس ما يقال. مزبوط. على فكره رمضان مجدد من قبل ازمه بس هو تم الاعلان خلاص، لكن بيتم الاعلان بعد الازمه، يمكن الازمه اجلت الاعلان شويه. وعلى فكره انا عايز برضه اقول للساده المشاهدين ان تم التجديد لاداره بيراميدز كلها كمان بعد الاشاعات اللي طلعت، وان فلان مرشح يمسك النادي وفلان مرشح يمسك النادي، مش هذكر اسماء، ولكن منذ ساعات قليله تم صدور قرار بتجديد لكل اداره نادي بيراميدز للموسم الجديد. صحيح. يمكن نروح لمصطفى فتحي. مصطفى فتحي عنده رغبه اكيده في انه يرجع لمسؤول يرجع لنادي الزمالك. هستاذنك في حاجه، انا بالنسبه لمصطفى فتحي عندي معلومه من جوه نادي بيراميدز ان اقول لك ليس للبيع. صحيح، لكن مصطفى عنده رغبه، احنا بنتكلم في رغبه اللاعب. اكيد مصطفى سنين طويله قاعد مع شيكابالا ومع اللعيبه دي، على علاقه جيده، بيسهروا مع بعض، طبعًا بيخرجوا مع بعض في زيارات عائليه، فدايما بتكون هي دي الواسطه او هي دي اللينك بين مجلس الاداره وبين اللاعب. مصطفى عنده رغبه اكيده في انه يرجع لنادي الزمالك. هو قال ان انا هتكلم مع مسؤولي بيراميدز بحيث ان هم ما يغلوش في الطلب. هو باقي في عقده سنه بالظبط، باقي في عقده سنه، فالكره دلوقتي في ملعب مصطفى. هل هو هيقدر يقنع مسؤولي بيراميدز؟ لكن الزمالك مرحب برجوع مصطفى. مصطفى طبعًا عنده رغبه، لكن الموضوع كله واقف على مفاوضات بيراميدز مع النادي. محمد الشيبي، انا بقول لك ان محمد الشيبي بعد الموقف اللي عمله جمهور نادي الزمالك معاه، محمد الشيبي مرحب بيه في نادي الزمالك، ولكن محمد الشيبي برضه بقى له سنه عند مع نادي بيراميدز، برضه نفس النظام. محمد الشيبي لو قدر ان هو يخلص نفسه او على الاقل يقنع مسؤولي بيراميدز بان هو اكتفى بالفتره دي، مسؤولي او نادي الزمالك اكدوا لي ان محمد الشيبي احد افضل اللعيبه اللي بيلعبوا في مركزه في الدوري المصري على الاطلاق. طيب عايز بقى اروح دول الثلاثه المهمين جدا، الاسماء الكبيره، سواء بن شرقي، سواء مصطفى فتحي او الشيبي، هم دول ابرز المرشحين ان يكونوا موجودين للزمالك في الموسم اللي جاي. طيب انا عايز بقى اروح لحته مهمه جدا، تقعد مع معظم مدربين نادي الزمالك سابقين ولاعيبه نادي الزمالك. صحيح. تتكلم معاه، جوبنز يقعد ولا يمشي؟ يقول لك لا يمشي، اللي بيعمله ده لا ما ينفعش. ايه معلومتك الجديده؟ مجلس الاداره على العكس تماما، على العكس. مجلس الاداره يمكن مصدر واثنين وثلاثه واربعه وخمسه مؤكدين بالنسبه لك، مؤكدين ان جوميز ما فيش اي تفكير من مجلس اداره نادي الزمالك انه يمشي جوميز، لان هم شايفين ان المرحله دي هي مرحله تجارب، مرحله اراحه لعيبه كبيره، لان نادي الزمالك عنده ارتباطات هم شايفينها اهم، سواء السوبر الافريقي او حتى السوبر المصري بعد كده. فهم ما فيش غضب من جوميز، ممكن يكون له عندهم ملاحظات زي اي حد، لكن في نفس الوقت ما فيش غضب من جوميز، هم شايفين انه استمر. لكن السؤال الاهم اللي ما حدش بيساله خالص، طب ماذا لو راح الجوميز؟ يعني انت بتتكلم ان مجلس الزمالك مش هيمشيه، طب الراجل عنده شرط جزائي شهرين. احد وكلاء اللعيبه، وانا بقول لحضرتك دي لاول مره، اتكلم مع مجلس اداره نادي الزمالك، قال لهم ان عنده معلومه اكيده بانه جوميز عنده عرض سعودي قوي وممكن يرحل في المرحله اللي جايه. ده رجع الذكريات الاليمه كارتيرون لمجلس اداره نادي الزمالك. كارتيرون على طول، لان نادي الزمالك وانت بتحكي كده انا صوره كارتيرون ظهرت قدامي. انت عندك نهائي القرن قبل نهائي الزمالك والاهلي في النهائي، لما جه باتشيكو اللي لعب مشي كارتيرون وجه باتشيكو، جمهور نادي الزمالك عنده قناعه ان التغيير ده او رحيل كارتيرون ساعتها للتعاون السعودي كان سبب من اسباب خساره. يعني انت بتتوقع ان جوميز ممكن يعملها؟ كل شيء ممكن، ممكن يعملها، كل شيء ممكن، لكن دلوقتي الكره في ملعب نادي الزمالك. طب هل انتوا بتفكروا ازاي؟ هل ممكن يلدغ الزمالك من جحر المدربين الاجانب مرتين؟ هيجي قبل اي ماتش امام الاهلي في بطوله قاريه كبيره، سواء نهائي القرن او كاس السوبر، وهو ماتش مهم جدا لمجلس اداره نادي الزمالك. هل ممكن جوميز يعملها؟ مجلس اداره نادي الزمالك قالوا ان احنا قعدنا مع الراجل، الراجل بياكد لنا انه مستمر، لكن لو رحل احنا عندنا البودلة، يعني مش الموضوع مش هيكون في ازمات. هل زي ما انا سمعت ان مؤمن سليمان هو من اقرب المرشحين لو حصل اي حاجه؟ لو حصل اي حاجه وانت معاك ضغط وقت، ان انت مثلا قبل ماتش السوبر الافريقي بفتره صغيره حصل ان جوميز مشي، فانت عندك مؤمن سليمان هو الخيار من المحليين، هو الخيار الوحيد، الا لو لجأت بقى لخيارات اجنبيه وتقلي ان لازم يكون حد عنده خبره ودرايه بالدوري المصري، مش حد لسه هيجي يتعرف على امكانيات اللعيبه. طب اقول لك حته كمان، اتفضل. سمعت ان ميكالي موجود في الصوره بالنسبه لمجلس اداره الزمالك؟ انا سمعت ان كوبر كمان موجود في الصوره، وان هم كلموا الكابتن محمود فايز بصفه وديه. طبعا مش هيقدروا يفاوضوه لان الراجل ما مشيش، يعني انا مش هقدر اتكلم على اسماء، لكن هل اللي هو ان انت تقدر بالزبط تجهز البديل.
ميكالي مدرب كبير جدا، كوبر مدرب كبير جدا، القصه كمان ان هم يكونوا على درايه باللعيبه المصريه وبالدوري المصري، بحيث انه يجي يشتغل على طول، مش يجي لسه ياخد كذا شهر لحد ما يتعود على الموضوع. خلي بالك كوبر الجهاز الفني بتاع في الجهاز الفني بتاعه عصام الحضري. اه طبعا. خلي بالك طبعا عصام الحضري بيقول بيه على فكره وبيحبه جدا. مين؟ هو كوبر بيحب عصام الحضري طبعًا. جدا. اه خلاص ده معايا على طول ده بالظبط. طيب انا عشان وقت بيجري بسرعه، ازمه الكاس، الكاس هيتلعب ولا لا؟ انا من وجهه نظري، من وجهه نظري واللي انا شايفه كده مستحيل، لان لو حد جه جنب معسكر منتخب مصر جنب كابتن حسام هو بقى ايه، هو يعني يعني كابتن حسام ما عندوش هزار، ما فيش حاجه حد يجي جنبيه ب 25 8 ده خالص لغايه 10 9. انا متفق معاك، وانا يمكن كلمت احد مسؤولي اتحاد الكوره وكلمت الحاج عامر حسين، بحاول اشوف الموضوع رايح لفين. اولا فكره الغاء الكاس مش وارده، واكدوا لي كده لسبب وحيد، لان ده قال لي لا قرارنا ولا قرار اتحاد الكوره. كده يبقى هيتاجل بالزبط. هيتاجل خالص. هو في كذا سيناريو. انا احنا عايشين على موضوع الكاس ده، ان احنا دايما عندنا سنه متاخره. هو الفيفا رفض طبعا اي استثناءات، قال لك لازم تخلص بطولاتك المحليه عشان افتح، عشان افتح لك القيد. القيد الافريقي بيخلص بنهايه شهر 8، فانت المفروض تخلص كاسك. طبعا الدوري هيخلص 18 8. معسكر المنتخب حسام حسن اكد بما لا يدع مجال الشك 25 عندك 7 ايام من رابع المستحيلات انك تخلص الكاس في 7 ايام. مستحيل. ومفيش فكره للالغاء زي ما اكدوا لي. فاذا انت عندك سيناريوهات، السيناريو الاول ان انت تروح تاني للفيفا تعمل محاوله اخيره ان هو يحاول يديك استثناء. طب لو رفض هتروح للكاف تحاول ان انت تعمل معاه محاوله ان هو يستثنيك من القيد الافريقي. طب لو ده ما تمش هتحاول تروح للكابتن حسام حسن وطلبك مرفوض قبل ما تروح. اوعى محذركم والله العظيم بقولها لهم، اوعى حد يقرب من كابتن حسام. ان انت هتبدا معسكرك يوم 25، لكن الاربع فرق اللي هيصعدوا سيمي فاينل هتاخروا عليك 4 أو 5 ايام. انا بقول لك الطلب، انا بقول لك انسى بنهاوي بالظبط، انا بقول لك الطلب مرفوض. فانت السيناريو الاقرب بالنسبه لي ان انت هتستثني، ان انت هتكمل الكاس بعد معسكر المنتخب. وفي الوقت ده انت بس هتحرم الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري من الميركاتو او من قيد لعيبه جديده لحد يناير اللي هي فتره القيد الافريقيه الثانيه. بس خلي بالك هنبقى داخلين على مشكله. صحيح. هتعمل مشكله كبيره جدا جدا. انا رايي ان احنا كل سنه عندنا سنه متاخره في الكاس، يتاخر زيه زي غيره، ده لو في تاكيد انه يتلعب خلاص. لكن انك تيجي جنب معسكر المنتخب او ان انت تحرم الاهلي والزمالك وبيراميدز من القيد عشان كده، مستحيل مستحيل، هتعمل مشكله كبيره جدا يعني. محمد البنهاوي شرفتني ونورتني. شكرا جزيلا. مبسوط بوجودك معايا. انا اسعد. شكرا جزيلا. هطلع لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل ضيوفنا الكابتن حسن مصطفى والكابتن امير عزمي. عندنا كلام مهم جدا عايزين نتكلم فيه مع بعض، وبعض الاخبار برضو المهمه اللي عايز حضراتكم تشوفوها معانا ونناقشها مع بعض من خلال الفقره الجايه. اهلا بكم اصدقائي بعد الفاصل، وعندنا النهارده زي ما قلت لحضراتكم موضوعات متعدده. عندنا اهلي وعندنا زمالك وعندنا بيراميدز وعندنا الهبوط وعندنا المقاولين وعندنا البلديه، ده محلي. لكن عندنا بكره منتخبنا الوطني الاولمبي، يا رب ان شاء الله بالتوفيق باذن الله امام منتخب باراجواي، ونصعد للسيمي فاينل بكره ان شاء الله. على فكره كل الماتشات بكره هنبدا من الساعه 4 للساعه 10، كل الماتشات دور الثمانيه هنبدا بالمغرب مع امريكا، واحنا ماتشين احنا الساعه 8 باذن الله امام باراجواي. خلوني ارحب بيه كابتن امير عزمي، نور الدنيا. نور يا استاذ محمد حبيبي. كابتن حسن مصطفى نور حبيبي، ربنا يخليك. اخبارك؟ كله تمام الحمد لله. كله حلو؟ كله 100% الحمد لله. الاهلي قرب من الدوري؟ لا هو مقرب من زمان يعني، احنا كنا بنتكلم في النقطه ديت ان النادي الاهلي من الحاجات المميزه فيه لما بيخش تحت ضغوط، لما بيجي في اي منافسه، اللعيبه بتاعت النادي الاهلي عمرها ما بتغزل جمهور النادي الاهلي وبتغزل محبين النادي الاهلي. فهي ديت السمات بتاعت اللعيبه بتاعت النادي الاهلي طول عمرهم. يعني انا عارف ان الكابتن امير هيبقى زعلان مني. لا والله لا. لا امير عارف. لا يعني واقع. ما عارف امير عارف. فهي دي يعني انا بقعد يعني بسال نفسي حاجات، شويه اسئله كده دايما. النادي لعيبه النادي الاهلي الفتره ديت يعني بالذات كمان يعني بداوا يعدوا الجيل بتاعنا، لان هم دلوقتي الارقام بتاعتهم بدات تتفوق علينا بالنتائج بالبطولات بتاعتهم. فانا بقول ان هم كل ما بيتحطوا تحت ضغط، كل ما بيتحطوا تحت موقف بيبان معدن اللعيبه اللي موجوده دلوقتي يعني. هل المقارنه عادله يا كابتن امير لو قارنا بين كولر ومانويل؟ انا بالنسبه لي يمكن جوزيه طبعا عمل انجازات كبيره جدا مع نادي الاهلي،
بس بص على نوعيه او القماشه اللي كانت معاه. في وقت من الاوقات ممكن مدرب بيصنع فرقه وفي مدرب بيبقى عنده فرقه جاهزه. انا في اعتقادي يمكن الناس كلها اللي متابعه كوره حسن طبعا كان موجود في الوقت ده. لعيبه النادي الاهلي في الوقت بتاع مانويل جوزيه نجحوا اي مدرب بدليل اللي جوزيه بعد ما مشي من النادي الاهلي راح منتخب انجولا ما نجحش. جه في وقت انا كنت في السعوديه في التعاون كان ماسك الاتحاد مر برضه بظروف صعبه وبرضه ما كملش. كولر انا شايف نوعيه اللعيبه اللي موجوده دلوقتي مش زي نوعيه اللعيبه اللي موجوده ساعه جيل حسن. فيمكن ده اللي ممكن انا في اعتقادي اللي انا بميل لقصه كولر اللي ممكن يعدي مانويل جوزيه اللي هو زي ما بقول لك الاستمراريه. والحاجه الثانيه اللي هو عمل فرقه او عمل نظام في النادي الاهلي او فرقه النادي الاهلي عوض بيه حاجات كتير، يعني عوض بيه حاجات كتير. فانا في اعتقادي اللي كولر ممكن يعدي مانويل جوزيه. هو تكمله على كلام امير، يعني كلامه كله مظبوط، بس اي مدير فني بيطلع من النادي الاهلي او من نادي الزمالك يروح اي حته ما بينجحش. ليه؟ دي وجهه نظر يعني. ليه؟ مدرب النادي الزمالك لما خد الدوري مع نادي الزمالك راح السعوديه ما نجحش. مانويل جوزيه طلع من النادي الاهلي ما نجحش. موسيماني طلع من النادي الاهلي ما نجحش. يعني هو تقصد ان الاداره واللي بتعمله الاداره وتوفير الاداره في النادي الاهلي للمدير الفني هي ابرز هنا وهنا، يعني في نادي الزمالك في نادي الاهلي بالظبط كده. ونوعيه اللعيبه اللي بتبقى ساعات في اوقات كتيره هنا وهنا. بس انا في حاجه ما بتدخلش دماغي. في واحد مثلا يقول لك ايه كولر مدرب مش قوي، طب مشي كولر من الاهلي وخليه اي يمسك فرقه من وسط الجدول مش هيعمل حاجه. طبعا مش هيعمل حاجه اكيد، لانه بيبقى عايز كواليتي معين ولاعيبه معينه عشان يعمل حاجه. بالظبط. بستغرب جدا، والكلام ده بيتقال في استوديوهات وبتاع، ببقى قاعد مندهش من الكلام. يعني ما هو انت النهارده مثلا انا مش عارف اقتنع بالكلام. انا بالنسبه لي مثلا مورينهو طبعا من اعظم المدربين، مسكوا فرقه مثلا في الدوري، مسك توتنهام مع ان توتنهام فرقه كبيره بس مش فرقه بطولات. مش بطوله انا بقول حاجه مفيش حاجه. ومسك روما مفيش حاجه. مسك تشيلسي في حاجه. طب مسك ريال مدريد في حاجه. فدي طبيعي. دي طبيعي. الامكانيات كواليتي اللعيبه اللي معاك هو اللي بيخليه يساعدك ان انت تحقق بيه الكواليتي، وفي نفس الوقت اسم النادي، جماهيريه النادي. صح. حاجات كتير جدا. اي يعني القصه مش قصه فنيات بس، في عوامل تساعد المدرب على نجاح، وفي عوامل زي ما بقول لك. يعني النهارده ما امسك فرقه جماهيريه غير ما امسك فرقه مش جماهيريه. يعني بيراميدز خسر الدوري عشان ما فيش جماهير؟ انا بالنسبه لي بص يا استاذ محمد، بيراميدز فرقه عندها امكان كل حاجه، بس حسن ممكن يوافقني في الراي، القصه كلها مش قصه امكانيات ماديه او 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 سكواد جامد. جماهير الاهلي والزمالك تفرق مع اي لعيب. يعني ممكن حسن مثلا هو في النادي الاهلي ممكن يبقى يوم صاحي من النوم في المعسكر حاسس هو مش انت مش يعني مش فايق مش فايق، اما بينزل الملعب يسخن ويشوف الجمهور ممكن لو هو 60-70% ممكن حته الجمهور دي بيدي باور غير طبيعي. طب بالظبط. فحته اللي انت يبقى عندك جمهور وظهير اعلامي قوي وبتفرق مع اي منظومه. بس هي النقطه برضه يا امير، النقطه برضه الثانيه يعني الاضافه ان لعيبه بيراميدز دايما لما بتخش تحت ضغوط وتحت منافسه عمرهم يعني هم بقى لهم فتره عمرهم ما حسموا اي حاجه. ايه بس عملوا 14 مكسب متتالي في افريقيا. لا يعني خلينا نتكلم، الناس كلها قالت لك لا ده يعني خلينا نتكلم. عملوا ايه في بطوله افريقيا؟ ولا حاجه. يعني هي مجموعتهم كانت قويه. لا بس هم في الاخر لازم كانوا يبقى هو وسان داون هم الاثنين يصعدوا. بس خلي بالك ان مازيمبي مش مازيمبي. بالظبط. لا فهي دي النقطه. لما بتيجي انت بتيجي تروح تكسب سان داون هناك على ملعبهم وتيجي تخسر على ملعبك دي كارثه كبيره. هو تعادل. تعادل ولا خسر؟ لا تعادل. تعادل هناك وخسر هنا. طيب فدي كارثه. 0-0 هناك. تعادل هناك فدي وخسر. فدي كارثه. فدي بالنسبه لي تتعادل حاجه كويسه هناك، لازم تكسب على ملعبك. طب لان انت عندك لعيبه كويسه، عندك كل الخطوط. الخبرات الافريقيه حاجه ثانيه برضه. لا هي الخبرات دي واحد. لو طب تعالى بس نتكلم لعيب في في في, في نادي بيراميدز هتلاقي عنده خبرات. يعني انت الشيبي منتخب المغرب هتلاقي حمدي خبرات كمجموعه مش كافراد. ما في الاخر ما هو ده منتخب مغرب، ده منتخب مصر. سيرد باكين هتلاقي منتخب مصر، الشناوي كان منتخب مصر، نص الملعب هتلاقي في منتخب المغرب، منتخب بوركينا فاسو هتلاقي، مهند ياسين منتخب مصر هتلاقي، مصطفى منتخب مصر، رمضان منتخب مصر، ابراهيم عادل منتخب مصر، الفيرود منتخب مش عارف فاهم. فده في الاخر كلهم لعيبه منتخب.
فديت بتدي لك الخبرات، بس في الاخر انت لما بتخش على فريق عشان تحسم الامور بتلاقي النتيجه مش جامده بسبب جمهور، بسبب الاعلام اللي هو بيساندك، الجمهور رقم واحد اللي هو بيعمل ضغط على اي فريق منافس ليك. لان انا لما بشوف فريق مثلا زي الزمالك لما راح لعب قدام نهضه البركان اول 25 دقيقه دخل فيه جونين، ليه؟ عشان انت مش متعود ان يبقى فيه فريق جمهور كبير قوي كده ويضغطك، فهو الجمهور بيضغط اي لعيب. لو انت ما عندكش ثقه في نفسك وعندك في كل خطوه بتعملها تقل كده هتلاقي نفسك بتتعب. نادي الزمالك عشان عنده خبرات افريقيه قدر الشوط الثاني يرجع ويجيب جول، وهو الجول ده اللي كسبهم البطوله. انا في نقطه بس معلش، في نقطه اتفضل. بيراميدز عنده امكانيات كبيره، بس في وقت من الاوقات لازم اجيب مدير فني متعود على البطولات، دي بيعرف يجيب بطولة. دي بتفرق. بس الراجل يعني موجود ده كويس جدا. هو بص هو كويس، هو كويس، بس انا كم يعني انا كنت معجب بيه جدا في ال 13 او ال 14 ماتش اللي خدهم دايركت ورا بعض. بس انا في اعتقادي ماتش الاهلي رايح جاي رايح جاي وماتش الزمالك في مدربين وقت من الاوقات الماتشات الكبيره ممكن بتهرب منهم، بدليل اللي انا غير في طريقه لعبه كريم حافظ مش عارفه ناحيه اليمين نص ساعه ويخرجه وينزل بقى كده بالظبط. لكن انا النهارده اما يبقى في مدير فني راجل اسم وجايب بطولات وسي في جامد، خلي بالك ساعات المدرب اما بتشوف اللعيب بيشوف المدرب وخبرات المدرب وطريقه تعامل المدرب وتحفيز المدرب، صدقني والله العظيم ثلاثة ممكن بدماغ اللعيب بتبدا تلف او بتبدا تتغير. بس انتوا بتتكلموا في الناحيه الفنيه، كتير جدا من الناس شايفه ان القصه في بيراميدز اداره. هي عوامل يعني خلي بالك احنا اتكلمنا في حته الجمهور ماشي، اتكلمنا في حته هتلاقي هتتكلم في حته مدرب، هتتكلم في حاجات كتير. انا في اعتقادي البطوله برضو بيراميدز في نقطه، انا النهارده لو من اول يعني في البطوله بتبقى مراحل يا استاذ محمد. مراحل. طب انا النهارده دور اول دور ثاني انا عملت ايه كذا كذا، لكن انا شايف الضغوط اللي على بيراميدز من اول ما النادي اتعامل اللي هي بطوله 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 بطوله، دي وقت من الاوقات ممكن انت بتحط ضغوط على اللعيبه اللي في الاول والاخر زي ما حسن قال بتيجي في المراحل الاخيره ما بتستحملش الضغط، الضغوط اللي عليك بتفك. فهي حاجات عوامل كتيره جدا، فهي البطوله بالنسبه لي مش اي فريق يقدر ياخد البطوله او يستحمل. طيب حسن مصطفى عايز دلوقتي اسامه ابو علي تحس ان ايه الـ 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 زي ما بيتقال ايه الهداف الحلال اهو. لا ما شاء الله، ضربات راس هايل، تسديد فاولات، ضربات جزاء، اسيست، عامل اسيست الماتش اللي فات، كواليتي. الاهلي دور عليه بقاله 10 سنين بيدور على مين مكان فلافيو، انت متخيل ان وجاب لعيبه الوان واشكال الى ان جه اسامه ابو علي. شايف ان الاهلي خلاص لقى ضليته في المهاجم اللي بيدور عليه؟ لا يعني انا شايف وسام لعيب كويس جدا، بيتحرك كويس، بيلعب برجليه شمال ويمين، هيدرز، بيتحرك ما بين الخطوط كويس جدا ولعيب كويس، بس انا بيضيع جوان كتيره. انا في الاخر لما اجي ابص على فكره ده الطبيعي، انا من وجهه نظري ده الطبيعي لاي فرود في النادي الاهلي او نادي الزمالك اي في اي نادي، لان 15 جول ولسه ما خلص الديفنس نص الموسم. خلينا نتكلم، تعالى احنا الديفنس بتاع اي فرقه يعني انت قول لي في الفرق كلها مين يلعب منتخب مصر، في المصري، في زد، في بلاش بيراميدز، في اي فرقه تانية مين في الديفنس ده في الاربعه دول هتلعبوا منتخب مصر؟ هتقعد تفكر كتير. اما مثلا في جيلنا لما تيجي تقول مثلا انبي، لا ده في لعيب كذا، لا ده في المصري في كذا، لا ده هتلاقي لعيبه كتير جدا. انا بقول اي فرود لازم يطلع في الموسم على الاقل يجيب لي 20 25 هدف. ما ينفعش ان انا ما وسام ما كملش موسم. لا ما هو ده، ما هو يعني وسام جايب 15 جول نص سنة وما كملوش لسه. ما هو ده الطبيعي. باقي خمس ماتشات. انا بالنسبه لي ان ده الطبيعي لوسام على الامكانيات اللي عنده ديت، ولعيب كمان تحس ان هو كمان ايه ما تعبش ان هو يتاقلم مع اللعيبه لان هو عنده دخل على طول. بالظبط دخل على طول. انا وسام بقول يعني ان شاء الله باذن الله اتمنى ان هو يستمر على كده، اتمنى الموسم الجاي اشوفه احسن من كده، لاني في حاجات بسيطه بيعملها في الملعب ساعات بحس اقول ليه بتعمل كده؟ ليه اللي مثلا ما تيجي تستلم الكوره تفقدها بسهوله؟ في اوقات كتير الاقيه بيعمل ميس باص بسهوله. في كوره النهارده حسين الشحات عملها له بوش رجله، انت واخد ليه واخد قرارين، عايز تستلم وعايز تحط مراحل،
في الاخر الكره ضاعت. بس خلي بالك انت الاهلي في موقف حاليا لا بيصحح اخطاء ولا الراجل بيدرب ولا بيعمل اي حاجه. أكيد انت انت لاعب الاثنين ولعبت الخميس. لا انا بتكلم هتلعب الاثنين وهتلعب الخميس يعني انت فيش اي وقت غير ولا يعمل يعني الفتره اللي فاتت مضيع اربع خمس كور زي الكره دي. قبليها لو تيجي تجيب ماتشات النادي الاهلي هي الكره اللي احنا لسه بنتكلم عليها دي اللي كان بيتكلم هو واخد قرارين عايز يستلم وبعد كده عايز يحطها فراح اتطلع منه كده قال لك لا العبها مره واحده. قبليها برده في ماتش تاني الكره برده اتلعبت له على الارض جه يحطها راح اتطلع بره. انا بتكلم ان هو بيضيع فرص سهله جدا بدل ما النهارده يكون عنده عنده 15 جول يبقى لا عنده 18 20 هدف لان ده النادي الاهلي بيروح كتير يا جماعه. ده الطبيعي لاي فيرود بيلعب في النادي الاهلي او بيلعب في نادي الزمالك. ده من وجهه نظري الاهلي بقى له 10 سنين بيدور على فيرود. ده انت طماع قوي. ده من ساعه فلافيو ما مشي انا بتكلم على الاجانب. عماد متعب لا جه ولا هيجي زيه من الاخر دي. لكن انا بتكلم على الاجانب من ساعه فلافيو الاهلي ما لقاش. ازارو ماشي حاطط ازارو عندي فاصل بس قبل ما اروح الفاصل يعني بعد ما ارجع من الفاصل السؤال لامير عزمي وبعد ما ارجع من الفاصل ان شاء الله يجاوبني. زعل الناس منك على السوشيال ميديا من موقفك من الحلقه اللي فاتت اللي كان فيها ابراهيم عبد الجواد وكلامك كان غريب جدا. هسمع اجابتك وتفسيرك لانك انت فعلا زعلت الناس لان الامور مش بتتحل كده او مش بتقاس كده. نرجع بعد الفاصل وهرد على حضرتك. يلا بينا بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وبنكمل مع الكابتن امير عزمي والكابتن حسن مصطفى وكنا توقفنا عند سؤال مهم جدا. كابتن امير عزمي زعل الناس على السوشيال ميديا من كلامه في موضوع الشيبي وموضوع حسين الشحات. زعلت الناس منك بجد. ليه؟ عشان الامور لازم يحكمها اللوائح والقوانين ما يحكمهاش ان انا اتعامل انا. ما ينفعش. طب انت حضرتك رجعت الحلقه؟ انا شفت الفيديو بتاعك. طيب هقول لحضرتك. قلت اول حاجه انا لما بتكلم هي مشكله الناس عندنا اما يجي امير يتكلم مثلا على لعيب من النادي الاهلي يقول لك عشان منتمي للزمالك. وحسن لو اتكلم على مشكله او لعيب عمل في الزمالك هيقول لك انا لا كده ولا عمري كده ولا ليا في الترند ولا بتاع. انا راجل حر بقول اللي انا شايفه. الموضوع في الاول والاخر انا لما اتكلمت قلت في الحلقه اللي انا ضد اللي لعيب يلعب بعنف او يلعب جامد على لعيب عشان ياذيه. ده اول في الكلام وده كلام مش مختلف حلو. عليه حلو. انا هدي حضرتك الوقت انت وحسن مثالين كده خفاف عشان تعرف بس انا بفكر فيه. في اتنين فنانين كبار عمرو دياب ومحمد رمضان كان ليهم نفس الموقف. عمرو دياب نفس القصة صفع لواحد من المعجبين بغض النظر اللي قال لك نرفزه او مش الناس على السوشيال ميديا الناس خدت موقف. قالت ايه؟ قالت اللي ما ينفعش. وفي ناس قالت حسن اللي كان لازم اللي هو اللي انا قلته اللي اتضرب اللي اتضرب لا لا اللي اتضرب زي اللي انا قلته لا ما انا اقول لحضرتك اللي اتضرب يرد الايه؟ الصفعة. ادي ايه؟ واحد خش على محمد رمضان صفع واحد راح الواحد ده رد قال لك ايه؟ قال لك ده لا هو ده الصح وهو ده الصح ومش عارف ايه. انا في الاول والاخر وناس تقول لك ايه ده بيحرض. يا عم انا ما بحرضش. انا لا عندي مشكله مع حسين الشحات ولا محامي الشيبي. انا بتكلم على موقف انساني وفي الاول والاخر احنا اتربينا كده. يعني انا النهارده ابقى ماشي في الشارع حسن ماشي ما اعرفوش هجيبه اشتمه واضربه هعمل ايه يعني؟ يعني بالطبيعي اعمل ايه؟ اقول له لا اديني كمان. انا دي وجهه نظري. لكن في الاول والاخر احنا بنتكلم على الموضوع ايه؟ طب الراجل سكت وراح اتقدم لعقوبات او اللوائح ما ساعدتهوش اللوائح طلع على المدني عشان ياخد حقه بغض النظر هو خد حقه او ما خدش حقه. انا بتكلم على موقف معين حصل في ساعتها. فانا في الاول والاخر خلي بالك انا اتشتمت وناس تشتم وناس تبعت. انا مش في الاول والاخر او ممكن عشان الناس مش متعوده الفتره دي اللي تسمع كلام. انا في الاول والاخر انا بقول اللي انا شايفه او انا رايي كده. انا راجل حر. هل واحد من اللي هم شتموني دول لو اتلسع بالقلم هيعمل ايه؟ ده وجهه نظري. والحاجه في الاول والاخر والله العظيم يا استاذ محمد لو حسين الشحات او غير حسين الشحات هو في الاول والاخر مبدا الضرب على الوش والشتيمه
وانا مش عايزه يعني الناس عارفه الشتيمه مبدا مرفوض طبعا. هديك مثال برضو سريع، انا ضد اي لعيبه حسن مثلا الجمهور يشتمه يرد ويعمل وبتاع ده من الزمالك او من الاهلي او من اي حاجه، بس اللعيب نفسه اللي بيتشتم ده لو عارف اللي حقه هيجي مش هيرد على الجمهور. لا لا بس انا مش معاك في دي. ليه؟ لان هي في الاخر كوره، انت الناس هتهتف ضدك وهتقول كذا. أيوة، انت لازم تبقى تستحمل أنا كل الظروف. انا لا انا عايز اكملك في اللي انت بتقوله ان هو يرد عليهم ده غلط. لا ما انا هقول لك، انا بقول لك مش مع اللي يرد. بس اللعيب لو عارف اللي النهارده لو سباب جماعي لبني ادم خد نفسه ومشي وبعد الماتش الفرقه دي او جمهور الفرقه دي اتغرم غرامات توجع، ما هو مش الجمهور اللي هيدفع، النادي اللي هيدفع، ما اللاعب هياخد نفسه ويمشي. لكن انت النهارده بتتكلم في غرامات 20,000 و50، انت عارف جزمه الكوره بكام؟ انت عارف جزمه الكوره بكام؟ جزمه الكوره وصل، احنا كان على ايامنا كانت بكام؟ ب 3,000 و1,800. انت عارف جزمه الكوره دلوقتي ب 15,000 جنيه و20,000 جنيه؟ يعني ما تيجي تدي غرامه للاعيب 20,000 جنيه كانك بتشتري. فانا في الاول والاخر انا برفض اي تطاول او اي رد فعل. وفي الاول والاخر انت اللي وصلت القصص دي كلها، اللي انت عندك اللايحه هشه فقط لا غير. بالظبط. بس حاجه كده من الاول ليه؟ لا انا في الاول. ايوه تقول كده من الاول. لا لا لكن لازم تعمل لنا مشكله والسوشيال ميديا. لا والله مش السوشيال ميديا. طيب انا قلت ايه؟ انا قلت كنت قلت كده من الاول. انا بمعنى النهارده اما واحد حسن، ما هو حسن قالها، اما واحد النهارده في فعل في رد فعل. فعل ماشي. انت فاهم قصدي؟ طيب. ولو حصلت معايا وحصلت مع حسن او حصلت مع اي بني ادم هيبقى ليه رد فعل؟ هي النقطه ان انت في لحظتها لكل فعل رد فعل. انت هل انت بعد ما اخدت مثلا اخدت كده وما ردتش، طب خلاص بقى انا شايف ان انت كانت الامور عاديه، لما الناس تقعد تتكلم خلاص اتصالحت، انت اتصالحت، عايز بقى تروح حته ثانيه واثنين وثلاثه. فالموضوع بالنسبه لي انا اساسا هو في الاخر في الملعب. انا شايف ان الكوره في الملعب حصل حاجه لازم ترد في الملعب. طب هقول لك على حصل موقف تعمل كذا. هقول لك على موقف ثاني. انت ايه رايك في اللي حصل في مباراه الزمالك وبيراميدز وهتاف جماهير الزمالك للشيبي؟ والله انا شايف ان مش ما عجبنيش، يعني هو الموقف ده ما عجبنيش صراحه. عجبك يعني امير؟ لاني النهارده انت بتهتف للشيبي، ممكن الشيبي يعمل كده في نادي، في لعيب في نادي الزمالك، هيبقى جمهور النادي الاهلي يهتف له، فانا مش ما عجبتنيش. عجبتك يا امير؟ انا؟ اه عجبتني. عجبتك؟ يعني انت موافق على كده؟ اه عارف ليه؟ ليه؟ في ناس، الناس مش فاهمه حاجه برضو، في حاجات مش يعني مش واصله. اولا بغض النظر عن المشكله بتاعت حسين الشحات والشيخ، اولا ده راجل محترف. راجل محترف، راجل قاعد لوحده في بلد غريبه تعتبر عليه. في الاول والاخر هو بني ادم وانسان، اي انسان معرض اللي يخطا او يصيب ويخيب، زي يعني زي ما بيقول. انت النهارده ليه ما تبصش للراجل ده ممكن يمشي من هنا يروح اي دوري من الدوريات؟ هيجي يقول لك انا لعبت في الدوري المصري، انا اتعاملت معامله مش كويسه والعقوبات هناك اي كلام، ويولي 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 ويولي. بغض النظر، انا ما افصلنا عن قصه الشحات في الاول والاخر. بس هقول لك حاجه، بس انا هرجع على بالك حاجه بس بسيطه. بس انا عايز اقول لك بس حاجه في النقطه دي. قول. ايوه بس انت ما تبقاش مستفز، انت بتستفز. لا لا بص هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه. مين اللي بدا القصه؟ مين اكتر، هو اللي بدا القصه؟ مين اكتر لعيب مستفز في العالم؟ عارف علي البليهي بتاع الهلال؟ ده ما فيش زيه. بشوف الحركه ده ما فيش زيه. ده كريستيانو رونالدو بس بيطرد على فكره. انا لا ما اكلمكش على الطرد. لا انا ما اكلمكش على اللي بيطرد، انا بكلمك على رد اللعيبه اللي قدامه. ده لعيبه بقى على مين؟ كريستيانو رونالدو وكلهم لعيبه بتاع نيمار، كل اللعيبه دي بتلعب في الدوري السعودي بيلعبوا قدامه. ما شفناش بقى واحد راح ماسكه وراح مديله بالقلم وشتمه. مش انا مش بتكلم على دي دلوقتي بقى، خلاص احنا خلصنا من النقطه دي. انا بكلمك، انا بكلمك على الشيبي. هو مين اللي ابتدى القصه؟ ما هو ابتدى القصه. مش هو اللي راح عمل للجمهور الاهلي كده يا باشا؟ ثانيه واحده بس. لا 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 خلي بالك، طب ما كريستيانو لما جه يمسك الكوره راح مديله بالكوره، وكريستيانو اتطرد. كريستيانو في الكارت احمر. انا حسن انا بكلمك في الكوره، والكوره خلي بالك عايز حاجه. حسن ممكن هو بيلعب قدامي عايز يستفزني، رد فعل انا بقى اللي بتحكم فيه. تمام. طب انت ليه ما قلتش في ماتش الاهلي في السوبر اللي هو اللي كان في الامارات استفز الجمهور؟ انت كلاعب انت استفز الجمهور. تمام، سيب اللعيب مع الجمهور. طب ما هو اتضرب عند رايت الكورنر والناس اتلمت عليه بتاع، عملت ايه عقوبه بعديها؟ ما دي بتشجعت اللي بعد كده، ما هو بتشجعت اللي ممكن لعيب بعد كده يضربه. معلش انا بكلمك بصراحه، وبرده بقول لحضرتك انا ماليش دعوه بالنادي الاهلي وماليش دعوه، انا بقول لك على قصه حصلت. لو حصلت من لعيب في الزمالك او في الاهلي او بيراميدز او اي حد ما فيش. ليه؟ اللي في الاول وانت في الامارات انت شفت المنظر وراح ده الحكم ولا اتدخل ولا الفار اتدخل ولا بعد الماتش حصل حاجه.
نرجع بقى السوبر اللي كان في الامارات امام عاشور وولاد سليمان. اللي حصل لما امام عاشور تعدى كلنا كل الناس غلطت مين؟ وليد سليمان. امام عاشور خد كام ماتش ساعتها؟ 8 كانوا 12 بقوا 8. ده اللي بقول لك القرار الثاني ما اتكررتش ثاني. ففي الاول والاخر اللعيبه بتتظلم بسبب نرجع لمنظومنا اللي العقوبات ساعات بتبقى عكف والعقوبات بتبقى هشه. انت ما عندكش عقوبات في مصر. انت خالد الغندور انا بقى السنه برضو الحمد لله ذاكره كويسه. انا حضرت الماتش بتاع الكابتن قادر عبد العظيم 2-0 الاهلي 2-0 الجونين يا حسن ما فهمش ما كان في واحده الزمالك اعترض اوفسايد مش لا جول جول تمام قبل الماتش قالوا جولين كابتن حسام حسن تمام. خالد الغندور اتوقف سنه بعد فيليكس فيليكس وحسام خالد الغندور اتوقف سنه تفتكر حصل راح لعب فين في غزمه الكويتي ليه عشان اللفظ اللي ايه اللي كان على الخط بيقول بس دي بقى لوائح زمان ولا ده موقف وده موقف الموضوع بسيط واللي عايز يشتم بقى النهارده يشتم اللي عايز يشتم بس عايز اقول لك بس هي النقطه اللي انا عايز اوصل لها ان انا ما ينفعش استفز الناس بالزبط. وبعد كده اجي اقول الناس غلطت فيا ما هو انت اللي ما ينفعش لعيب يستفز جمهور وبعد كده هو اللي هيخسر ده اللي انا بتكلم فيه يا امير انت مش فاهم وجهه نظري انا فاهم اللي انا اقصده ان انت كلاعب في الملعب انت المفروض لعيب واخد على ضغوطات واخد على ان انت بتستحمل بتلعب فرقه كبيره بتلعب فاينل لازم تتحمل ده كله لكن انت تروح انت اللي تبدا باستفزاز الجمهور بالزبط. وترجع تقول اصل الجمهور عمل فيا لا بالظبط ده مش منطق يا بيه حلو يبقى الجمهور منه للعيب انا كلاعب بقى مش منه لا للعيب. يعني انا النهارده حسن لا ثانيه واحده ده اللعيب ايه لا ثانيه يعني حسن استفز مثلا جمهور نادي انا يبقى استل ما فيش لا ما يحصل لي منين من الجمهور لكن مش منين وممكن لعيبه طب انت برضه ممكن انت مش بطل لا انت مش بطل قومي انا في الاول يعني والاخر يعني انا النهارده يعني انت كلاعب امير هو انا سيب اللعيب للجمهور في الزمالك ما إيه؟ مش عايزين نقول اسمه سيب اللعيب للجمهور هل هو لما كان يعني سيب انت بتقول سيب اللعيب هو... سيب القصه ما بين الجمهور واللعيب يعني ايه ثانيه واحده بس انت النهارده بتقول شاور للجمهور اه ده يديك حق اللي لعيبه تروح تضربه في الملعب لا بس خلاص بس انت ما يديكش حق ان انت الجمهور يجيب يعني انت بتستفز الجمهور ليه معقوله تعمل كده اهو انتوا كده يا استاذ محمد معلش ما تحسسنيش برضو انا اسف اللي احنا بنلعب مثلا في الدوري الاسباني ما احنا طول عمرنا في لعيبه بتستفز جمهور وجمهور بيستفز لعيبه ولعيبه وياما لعيبه اتشتمت وتحصل تنمر وحصل 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 وحاجات كتير جدا ده اللي بكلمك فيه لكن في الاول والاخر انا مش معاه اللي ممكن يستفز جمهور او يعمل كده او انا معاك في دي بس في الاول والاخر انت النهارده هتحاسب اللعيبه على حاجه زي دي يبقى في لوائح وقوانين لكن انا كلاعب في الملعب عشان اطلع بطل قومي عند النادي اصل عمل الجمهور كده فاخش اضربه واخش بتاعه لا انا انت مالكش دعوه انت في الاول والاخر على فكره ومحدش عشان برضو الكلام يبقى محدش يقر اللي عمله الشحات اللي عمله الشحات غلط غلط طبعا دي لكن ما ابتديش وارجع اقول اصل الجمهور واصل اللعيبه هو انا اخر الكلام كله امير يعني اللي انا شفته هي احسن حاجه امير قالها ان هو لازم تعمل اللوائح والقوانين ده صح ويبقى ده صح على كل الناس على فكره ده اللي انا قلته امبارح في البرنامج دي احسن حاجه عارف قلت بس كل اللي قاله امير انا مش عاجبني صح انا عارف ان مش انا عايز اقول لك انت مش عاجبك ليه؟ لا في حاجات امير بيجي يقولها ما انت برضه لما اجي ممكن اقول في لعيب في نادي الزمالك عمل كذا للجمهور وده عمل كذا واجيب ده وبرضه لعيب النادي الاهلي في لعيب في النادي الاهلي عمل للجمهور كذا وكذا في الاخر انت بتيجي تقول ده عمل وده عمل وده عمل وده بيبقى حمى للجمهور وده حمى للجمهور في الاخر لو في لوائح في الاخر لازم نقول لازم كل لعيب هنا الكل. لازم اللعيبه هنا في النادي الاهلي واللعيبه هنا في نادي الزمالك تحترم جمهور نادي الاهلي وده يحترم جمهور نادي الزمالك لان احنا من غير الجمهورين دولت احنا لا نسوى اي شيء لان انت بتبقى نجم شباك او الناس بتحبك والناس بتتصور معاك هم دولت ولازم تحترمهم ولما هتحترم الجمهور صح. الجمهور هيحترمك في الملعب بس صح. وشفت نماذج دي من وجهه نظر انا وفي نماذج للاحترام كتير قوي كتير جدا حدث ولا حرج في نماذج الاحترام دي موجوده كتير جدا بس في الاخر لازم في نقول يعني عايز اقول لك حاجه هو انت ينفع تقدر في نادي الزمالك ان انت تتكلم على محمد عبد الشافي في طبعا يا نهار ابيض لا ده كمان في نماذج رائعه لا محمد عبد الشافي كمان كان زميل غرفه في نادي الزمالك يعني ايه لا انسان محترم نسمع اساسا ما كنتش ساعات بحس ان انا نايم لوحدي انا بقول لك في الطرفين يعني في نماذج في الطرفين لا ما بتختلفش عليها لا الجمهور ده ولا الجمهور ده يعني انا في الاول والاخر انا انا لا محامي للشيبي بس ولا ضد بتاع بس انا بقول لك ده رايي في الاول والاخر طب ما شيكابالا اصل انا مش عايز ادخلها دلوقتي زمالك واهلي ما شيكابالا ده قعد اربع خمس سنين
يعني الراجل بينزل الملعب شتيمة ويلي ويلي ويلي، انت لو ساعتها في ستوب وفي زي اوروبا منع من دخول الاستاد بالسنه والسنتين، في حاجات انا متفق بس انت اللي وصل، انت اللي بتوصل، ما هو انت اللي بتوصل اللعيب. ما هو معلش هو مين لعيب او انسان طبيعي يرضى اللي يتشتم بابوه وامه؟ صح، بس انا مش مختلف معاك، وفي نماذج كتير حصلت في لعيبه في الاهلي والزمالك. انا مش برضو انا مش عايز ادخلها في اهلي وزمالك واقعد اقول لك اصل امثله وانا بقول لك امثله وحسن يقول امثله، لا انا مش عايز ادخلها في كده اهو، لكن هي في الاول وفي الاخر تحكمنا اللوائح الجاده المنضبطه، مش المطاطه، مش لما احب اداري اروح اودي لجنه الانضباط وانسى وطنش زي ماتش الزمالك وسيراميكا للغايه دلوقتي ما نعرفش ايه اللي حصل فيه، زي ماتش الاهلي وبيراميدز ما نعرفش ايه اللي حصل فيه وايه اللي هيحصل فيه. ده احنا طلعنا عقوبات الاهلي وسيراميكا والاهلي وبيراميدز اتلعب اتلعب قبليه، يعني امور صعبه جدا لازم تتغير، ولازم اللي يجي يغير الامور دي. واحد رايح يتخانق مع الحكم بعد الماتش في ماتش الاهلي وسيراميكا بياخد 10,000 جنيه وايقاف مباراه، لا ده انا هعملها تاني وتاني. ايه 10,000 جنيه بالظبط؟ بعد الفاصل نكمل. اهلا بكم اصدقائي في الجزء الاخير من حلقتنا النهارده من الهدف. كابتن امير، عندنا مباراه كبيره بكره، مصر باراجواي، شايفها ازاي وايه رايك؟ يعني مباراة صعبة طبعا. باراجواي بالنسبة لي منتخب بدايته ما كانتش كويسة، أول ماتش طبعا اتغلبوا، بعد كده كسب الماتشين التانيين، بالنسبة لي من أضعف خطوط الدفاع في 3 مباريات استقبل 7 أهداف. أمريكا الجنوبية ليهم، خلي بالك هو اللي طلع البرازيل على إيه؟ هو اللي طلع البرازيل من التصفيات. أيوه أمريكا الجنوبية تختلف طريقة لعبها عن المنتخبات الأوروبية. ده صح. أولا حتة السرعات، الالتحامات القويه جدا، المهاره الفرديه طب. فانا شايفه مباراه مش سهله، لكن ان شاء الله باذن الله منتخب مصر يقدر، خاصه ان احنا المباراه الاخيره يمكن انا اكتر ماتش شفت المنتخب الاولمبي كان مميز في التحولات الهجوميه. مظبوط. وده لو شفته بالظبط، وده لو انت استغلته بكره ان شاء الله باذن الله مع الديفنس بتاع باراجواي ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه. كابتن حسن، لا هو انت المنتخب عندك عناصر كتيره بالذات الخط الامامي لعيبه كويسه جدا، عندك فعلا واثق في الراجل ميكالي ان هو يقدر فعلا ان هو ماشي فعلا خطوه بخطوه ماتش بماتش، احنا كل ماتش عن ماتش بنبقى احسن. هو بامانه يعني اللي انا باخد الشهاده ليه وكده، فجيت ده انا محاضره هناك في الشهاده ليه، شفت كلامه عجبني جدا، راجل بيعرف يكسب ازاي، تمام، بيعرف يعمل تحولات ازاي، بيعرف يقفل. اهم حاجه دايما كان ما بيجي يكلمنا في الشهاده اللي هي الحته العمق، ازاي ترجع بسرعه وازاي تقفل لو انت عايز تبني الهجمه، ازاي تقفل العمق. فهو عجبني فكره جدا، حتى انا يعني قلت يعني ما شاء الله فكره كويس، بدا يطور لعيبه كتير، بدا انت برضو خلي بالك عندك الديفنس بتاعك برضو في سنه بطء وكده وفي مشاكل فيه، بس هو برضو بالمنتخب ده وصل في النهاية افريقيا قصاد المغرب وكان كسبان لولا الطرد، صح، كان ممكن ياخد البطوله، صح، وهو برضو راجل مصنف ومع منتخب البرازيل خد ذهبيه بالظبط. لا يعني راجل عنده فكر وراجل عنده اداء كويس وبيطور لعيبه ان شاء الله باذن الله. باذن الله ان شاء الله. طيب عايز اقول لحضراتكم حاجه بسرعه بس كده قبل ما اختم، ان ميكالي في اقتراح جوه اتحاد الكوره ان هو ممكن لو ربنا كرمنا في ماتش بكره كده وعدينا، في اقتراح ان الراجل ده يكمل معانا ويمسك منتخب 2005 اللي هو هنعده بعد 3 سنين، يبقى هو المنتخب الاولمبي ان شاء الله. ده اقتراح جوه اتحاد الكوره مع زياده راتبه في الفتره اللي جايه ويبقى 65,000 دولار. نهايه حلقتنا النهارده امير عزمي، نورتني وشرفتني حبيبي، ربنا يهديك يا ابني، ربنا يهديك. كابتن حسن مصطفى، شرفت ونورت، الشرف ليا، ربنا يخليك حبيبي. نشوفكم دايما يا رب على خير، بكره ان شاء الله حلقه جديده من الهدف باذن الله الساعه 11 باذن الله. اشكركم، السلام عليكم.